السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، محاضرتنا اليوم هو الجزء الثاني من Simplex Method. الجزء الأول هو كان Maximization، أما الجزء الثاني هو Minimization. إحنا تكملة طبعا للجزء الأول. إحنا الجزء الأول شرحنا كل التفاصيل بالقاعة، الآن راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو المينيمايزيشن. راح ناخذ مثال على هذا الحالة ونشوف. طلاب، راح نبدي هسه نحل هذا المثال لحالة المينيمايزيشن. مثال بسيط هذا اللي هو يتألف من دالة الهدف اللي هي الأوبجكتيف فانكشن W يساوي لنا 3x1 زائد 2x2 subject 2، هذا عائل هاي القيود الكونسترنت اللي عندي 2x1 زائد x2 أقل يساوي 6، وعندي الكونسترنت الثاني x1 زائد x2 أقل يساوي 4، والشرط انه يكون x1 x2 أكبر ويساوي 0. فالخطوة الأولى اللي راح أقوم بها إنه راح أحول الماكسمايزيشن إلى المينيمايزيشن، أحولها إلى الماكسمايزيشن. إحنا الماكسمايزيشن شرحناها وبالتفصيل، راح نحول أول شيء هاي المشكلة اللي موجودة عندي من حالة المينيمايزيشن إلى الماكسمايزيشن. شلون؟ هسه راح نشوف. أول شيء راح نشكل المصفوف مالتنا. المصفوف مالتنا اللي هي هذه اللي تتكون تعتمد على الفاريبل. إيش كان فاريبل عندي؟ هتلاحظون هنا عندي إيش كان فاريبل؟ x1 فاريبل الأول والx2 فاريبل الثاني. إذا عندي العمود الأول فاريبل الأول والعمود الثاني والفاريبل الثاني. نجي أول صف، أول صف اللي هو يمثل لي الكونسترنت الأول، فأجي أخلي كوفيشنت العوامل مالته. العمود الأول 2 هذا مال فاريبل الأول، والواحد اللي هو مال الفاريبل الثاني، والأكبر يساوي 6، هنخليه بالعمود الثالث. نجي للكونسترنت الثاني نفس الحالة، الكوفيشنت 1 والكوفيشنت مالته الثاني الفاريبل الثاني اللي هو 2 1، أكبر يساوي 4، خليها بالعمود الأخير. الصف الأخير راح يمثل لي هو الـ objective function اللي هي 3 و 2، أوكي. بعد ذلك راح نشكل مرة ما شكلنا هاي المصفوفة، راح نقوم بتبجيل الصفوف والأعمدة. يعني هذا عندي هذا الصف الأول راح يكون هو العمود الأول بهالشكل، الصف الثاني هذا اللي 1 1 4 راح نسوي العمود الثاني 1 1 4، وهكذا الباقي المصفوفة. العمود الثالث اللي هو الصف الثالث مال objective function راح يكون هو العمود الثالث بهذا الشكل. هسه تحولت المشكلة عندي من حالة المينيمايزيشن إلى حالة الماكسمايزيشن، أوكي؟ نقوم بحساب المصفوفة الجديدة، فمشكلة تعظيم صارت عندي، والمتغيرات الجديدة مكان ما كانت x1 و x2 راح يصير عندي y1 و y2، على أساس إنه هسه أنا عندي تعظيم ماكسمايزيشن، أوكي؟ مقابل المشكلة الأصلية، هاي نسميها المشكلة اللي مزدوجة الدور. طلاب، راح نشوف هنا مثال ثاني اللي هو من حالة المينيمايزيشن. نشوف هاي الأوبجكتيف فانكشن اللي هي z تساوي 6y1 زائد 4y2 subject to constraint 2y1 زائد y2 أقل أو يساوي 3، y1 زائد y2 أقل يساوي 2، خاضعة إلى الشروط أو القيود اللي موجودة عندي، y1 y2 أقل يساوي 0. شو راح نحل هذا السؤال؟ نشوف. مثل ما شرحنا سابقا انه احنا حالة تعظيم الماكسمايزيشن خلال طريقة السمبلكس، فاول خطوة هو انشاء جدول السمبلكس اللي راح يحتوي المتغيرات مالت الفاريابل اللي هي y1 و y2 مع الثلاث فاريابل اللي هي s3 و s4، مثل ما تم شرحه طريقة الماكسمايزيشن. عندي هنا الافايلابل، لو نشوف اول كونسترنت اللي هو 2y1 زائد y2 اقل او يساوي 3، عندي الفاريبل الاول y1 والفاريبل الثاني y2، الكوفيشنت مالته 2 راح نخليه باول صف، الكوفيشنت مال الفاريبل الثاني 1، عندي الافايلابل s3 و s4. احنا بتتذكرون من قلنا نخلي المصفوفة مال السلاك اللي يكون القطر مالتها 1، فتعتمد
على عدد constraints الموجود عندي. فأول slug G يكون واحد والslug 4 صفر. نيجي على الصف الثاني اللي هو الconstraint الثاني، y1 coefficient مالته واحد، y2 coefficient مالته واحد، عندي ال S3 slug صفر، ال S4 واحد، ال available هو اثنين. وهنا من ننسى ال objective function اللي هي دالة الهدف الأصلية اللي هي 6 and 4 slug 3 slug 4 0. بعد ما شكلنا هاي المصفوفة طبعا بإضافة عمودين إضافية لنوع المنتج وربح الوحدة، ولا تنسون من كنا نطلع ال ZJ والفرق بين ربح الوحدة والربح الكلي. طبعا وبنفس الطريقة نقوم بنفس الخطوات اللي قمنا بها بحالة الماكسمايزيشن اللي هي تذكرون حكيناها وحلينا هواي أمثلة عليها. انه نبدي بالحل الابتدائي الاول اللي هو نفرض اكس المتغيرات x1 x2 او xy، راح نفرض قيم مالتها صفر اللي هي نقطة الاصل اللي هو قلنا انه يكون رياضيا مقبول، بس من نجي بالواقع هو اقتصاديا مرفوض لان ما عندي ربح عن يكون صفر. زين يتوصل يتم التوصيل اليه بفرض كل قيمة متغير من المتغيرات الأصلية بالمشكلة مساوية صفر مثل ما قلنا. بعدين وراها نجي بالخطوات الإضافية للحل الأساسي الأول في طريقة السمبلكس اللي حكيناها وقلنا شلون نبدي نحل الحل الأول. واللي نلاحظ الحل الأول يمثل لي كأنه أنا بديت من نقطة الأصل إلى أي ركن من أركان منطقة الحلول الممكنة. إذا تذكرون شرحناها منطقة الحلول الممكنة بطريقة جرافيكال، ممكن نرسمها ونحددها نظلل اللون مالتها اللي كانت تمثل لي منطقة الحلول الممكنة. فالحل الأساسي الأول هو راح يمثل من نقطة الأصل إلى أي نقطة بهاي منطقة الحلول الممكنة، الحل الأساسي الأول هذا. وطبعا يتم تحديد العمود الأمثل والقيم الجديدة للفلسف من الصفوف المتبقية اللي شرحناها إلى أن نصل إلى الحل المثالي أو الأمثل اللي هو الـ Optimum Solution. فبالنسبة لهذا المثال راح يكون الحل الأمثل اللي هو الـ Minimum Value لما تكون الـ Objective Function W تساوي لنا 10. and هاي وقت يحدث هذا لما تكون قيمة الـ X1 2 والـ X2 2.